أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج الحقيقة أرسل بمجموعة من الأسئلة مكتوبة بخط واضح ومطبوع. يقول: عادة أخرج الزكاة عن أموالي وعن ذهب زوجتي ومالها، وكذلك والدي ووالدتي، دون أن أخبرهم، فهل يجوز هذا أم لا بد من النية في الإخراج، وبذلك لا بد من إخبارهم؟ نعم، لا يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة عن غيره إلا بإذن صاحب الزكاة، لأنها عبادة تحتاج إلى نية عند الدفع، فلا بد من إذن من وجبت عليه الزكاة للوكيل أن يدفعها نيابة عنه. أما لو أخرجها الغير عنه بدون إذنه وبدون علمه فإنها لا تجزي لافتقادها النية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإخراج الزكاة عبادة وعمل يحتاج إلى نية. نعم.